السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية مع المستر سيد، طلاب الصف الثالث المتوسط سوبر جول 6. إن شاء الله النهاردة يا شباب بناخد درس الجرامر في الوحدة الثانية اللي هي درايف سلولي، سوق ببطء أو قود السيارة ببطء. بيج 14 و15 هناخد الجرامر، قاعدة إن شاء الله بسيطة يا شباب وسهلة، وهنبتدي إن شاء الله هنحل عليها الأسئلة برضو في نفس الصفحة اللي هي بيجي 14 اكسرسايز A و B، وتكملة الأسئلة موجودة عندي اكسرسايز C في بيجي 14 وكذلك اكسرسايز D. نكمل إن شاء الله الجرامر النهاردة، نبدأ كده مع بعض لبركة الله. عندنا إن شاء الله النهاردة شباب القاعدة بتتكلم على must و mustn't أو must not and should و shouldn't. انا بستخدم must، طبعا دي models، دي model auxiliaries، model auxiliaries auxiliaries. must معناها يجب عليك، يجب فعل شيء، لازم فعله، تمام. mustn't بنستخدمها مع الاشياء التي لا يجب فعلها، لا يجب ان تفعلها، لانك لو عملتها هيترتب عليك ايه؟ ضرر، هترتب عليك أذى. فاحنا بنستخدم must و mustn't مع الأشياء الواجبة، تمام. فهنا بقول لي use must to talk about laws، لما أتكلم على القوانين and rules والقواعد، بستخدمها مع القوانين والقواعد. القوانين التي وضعت لابد من تنفيذها، فلازم أعملها أو لازم أنفذها، فهنستخدم معها must. وكذلك rules القواعد. ولكن should و shouldn't، نستخدم should و shouldn't ل to give advice، use should to give advice، وطبعا shouldn't نفس الكلام to give advice، بس ايه؟ بعدم فعل الشيء. يبقى نقول تاني must يجب عليك، يعني لازم فعل الشيء ضروري، mustn't لا يجب عليك او يجب ان لا تفعل ذلك، يجب ان لا تفعل إيه ذلك. should ينبغي عليك، لما اكون بنصح واحد بعمل شيء shouldn't ينبغي عليك أن لا تفعل ذلك، أو لا ينبغي عليك فعل ذلك. يبقى should و shouldn't في حالة الايه؟ الأدفايس، النصيحة. نبدأ نشوف أول sentence، جملة مع بعض كده. بيقول لي you must stop at the traffic lights. You must stop at the traffic lights. يجب عليك أن تتوقف في الترافيك لايتس، إشارات المرور. لما الإشارة تكون باللون الريد الأحمر، يبقى في الحالة دي you must stop، يجب أن تتوقف. طب أنا لو ما توقفتش هيبقى في عندي هنا فاين، اف اي ان اي، فاين يعني غرامه، يعني كده يبقى في ايه؟ في فاين، في غرامه، في سحر، اوكي؟ طيب يو ماست نوت بارك اون ذا سايد ووك، يو ماست نوت بارك اون ذا سايد ايه؟ ووك. يو ماست نوت بارك اون ذا سايد ووك، لا يجب ان توقف السياره في السايد ووك اللي هو ايه؟ على الرصيف. طيب نشوف بقى الادفايس، النصيحه هنا. يو شود درايف under the speed limit. You should drive. ينبغي عليك أنك تقود under the speed limit، يعني أقل من أو تحت الـ speed limit اللي هو أقصى حد للسرعة. لو قال لي أقصى حد للسرعة 70 يعني 70، يبقى أنا ما وصلش الـ 70 70 لأن ممكن أخطأ أو أعديها. فهنا طبعا ده advice، نصيحة، لكن أنا ممكن أوصل الـ 70، أوكي مفيش مشكلة، لكن بنصحك لأنك ممكن تخطأ. You shouldn't لا ينبغي عليك eat أن تأكل when you are driving. You shouldn't eat when you are driving. لا يجب أن تأكل حينما إيه؟ تقود السيارة. لكن أنا ممكن أن أنا eat، ممكن أكل، ممكن أكون حريص وأكل، ولكن للاحتياط يعني shouldn't، لا يجب عليك أن أنت تأكل لأنك ممكن تخطأ. فدي بنستخدمها في حالة الإيه؟ الأدفايس، النصيحة. نوت، تذكر في الملحوظة بقول لي must is stronger than should. must اقوى شويه في من شد في الايه؟ في توجيه النصح. ممكن انصح واحد بمست، عاوز نصيحه قويه بس عشان افوقه فانصحه بايه؟ بمست. اما شد بتكون ضعيفه شويه، لان يعني ينبغي حبذا، اوكي. it has a more formal or official tone. must ليها more formal or official tone، بتكون النبره او النغمه هنا، التون هنا النبره، نغمه الصوت او نبره الصوت بتكون كده رسمية شوية، official أو formal رسمية، أوكي؟ طيب ده بالنسبة ل must و mustn't و should و shouldn't. انتقل للجزئية التالية adverbs of manner. adverbs of manner اللي هو ظرف الإيه؟
الحالة اللي بيوصف الحالة، حالة الشخص حينما يؤدي الشيء. يعني مثلا happy سعيد، لكن أنا بأدي الشيء happily بسعادة. angry غاضب، he is talking angrily، هو يتحدث بغضب بعصبية. فده الادفرب، الظرف اللي هنتكلم عنه. فالادفربس، ادفربس اللي هو الظرف، الظروف. ادفربس اوف مانر، ظروف الحاله. ار نورمالي فورمد باي ادينج ال واي، في الطبيعي ان احنا بنكونها باضافه ايه؟ ال واي تو ان ادجكتيف للصفه. يبقى انا بروح على الصفه واضيف لها ايه؟ ال واي. لو بصيت كده عندي هنا، هاو ديد يو درايف، هي دروف سلولي، اصل الصفه سلو، اس ال او دبليو، سلو، فضفت لها ال واي اصبح سلولي، he drove slowly، هو قاد slowly ببطء. طيب how did she walk، how did she walk، كيف هي مشت؟ قال لي she walked quickly، she walked quickly، اصل الفيرب quick، الصفه quick، quick سريع، فانا ضفت لها ال واي اصبحت quickly بسرعه، quickly بسرعه. يبقى انا معظم الادفيربس في الغالب الأهم إن أنا بكونه بإضافة ال واي للإيه؟ للأدجكتيف، الصفة أضيف لها ال واي. زي قلنا slow slowly، quick quickly، happy happily، and so on. يبقى ال واي to an adjective. They express how something is done، والأدفرب ده الظرف اللي هو ظرف الحالة، express بيعبر لي على how something is done، كيف إن الشيء بيفعل. يبقى إذا بيعبر لي على طريقة أداء الشيء، على الاكشن، الفعل نفسه. تمام، نشوف كده معايا adjectives، الصفات that end in l، الصفات اللي بتنتهي ب l، double the l، بنعمل double لل l قبل ما اضيف ال y. زي مثلا عندي careful، careful، careful هنا اخرها اللي اصبحت careful، عملت double l، 2 l، خلاص. يبقى اي صفه اخرها l بنعمل لها double لل l، نعمل 2 l. طيب نوت، خلي بالك، تذكر ان sometimes an adjective، احيانا كده الصفه، and an adverb have the same form، ان في بعض الصفات الادجكتيف، الصفات والادفيربس بيكون لهم نفس الفورم، الفورم اللي هو الشكل او نفس الكلمه. يبقى نفس الكلمه تمشي معايا ادجكتيف وادفيرب. زي عندي هنا هي از، زي عندي فاست، هي از ا فاست درايفر، هي از ا فاست درايفر، هو قائد او سائق فاست، سريع. هي درايفز fast، هو يقود بسرعة. تبقى فرق بينهم ازاي؟ ان الادجكتيف الصفة تصف الاسم، تصف النون وتأتي قبله، يعني he is a fast driver. fast هنا adjective، ليه adjective؟ صفة، لانها سبقت، جت قبل الدرايفر اللي هو السائق، النون جت قبل الاسم، وفي نفس الوقت تصفه. يبقى انا بقول he is a fast driver، هو سائق سريع او متهور. يبقى انا وصفت الدرايفر السائق بانه سريع. في الجملة الثانية he drives fast، he drives fast، هو يقود بسرعة. أنا هنا وصفت الأكشن، الفعل نفسه، فعل القيادة، بوصف السواقة نفسها أو القيادة بأن هي إيه؟ قيادة سريعة. he drives fast، هو يقود بسرعة. طيب he is a hard worker، he is a hard worker، هو عامل hard، مجد. he is a hard worker، he works hard، هو يعمل إيه؟ بجد. نفس الكلام، الكلمة hard هنا، لان الفورم الشكل hard هنا، جت عندي adjective صفة وجت adverb ظرف. صفة لما جت قبل الاسم اللي هو worker، العامل قبل النون، ووصفته قلت he is a hard worker، انه عامل مجد. he works hard هنا بقى ظرف adverb يا شباب، جي بعد الفعل اهو، بعد works، بعد الفعل يعمل، وصفت الفعل الاداء اللي هو يعمل hard بجد. يبقى في عندي الملحوظة هنا بتقول إن في بعض الكلمات بنستخدمها كأدجكتيف صفة وكأدفيرب ظرف. طيب الحالة الثالثة بقى، إن عندنا مثلا بنسميها الإيريجولار، الصفات الغير منتظمة، يعني زي جود مثلا، ذا أدفيرب الظرف فروم جود، الظرف بجيبه من جود، إز ويل، بيكون ويل، لا ينفع أضيف لها إل واي ولا بيكون نفس الكلمة، ولكن بتحول إلى إيه؟ إلى ويل. هي إز أ جود بلاير، he is a good player، انه لاعب ايه؟ جيد او ماهر او حسن. he plays هو بيلعب ايه؟ well، يلعب بطريقه جيده او طريقه حسنه. يبقى انا عندي الادفيرب الظرف من good بيصير well، طبعا عندي fast بستخدمها كصفه وكظرف، وhard بستخدمها صفه وظرف، وعندي الصفات التي تنتهي ب ال
لما اجي اجيب منها الادفيرب الظرف اعمل دبل للال، بعمل اتنين ال بعد كده بضيف الايه، بضيف اللي هو. انا كده براجع شباب على القاعده. وخدنا كمان ماست وشود، ماست وشود لتقديم النصيحه، ولكن ماست بستخدمها في حاله الزام الشخص بعمل شيء لازم يعمل كده. ماستنت، لا يجب ان تفعل ذلك، لانك ده خطر ان تفعل، لو فعلته هيبقى عليك فاين، اف اي ان اي، فاين يعني غرامه. وشود انت بستخدمها في حاله الايه، الادفايس، النصيحه. ننتقل بعد كده الى جزء الايه، الاسئله. شوف مع بعض كده كويشن نمبر 1. كويشن نمبر، قول لي طبعا اكسرسايز ايه، بيقول لي ري رايت ذا سنتنسز، اعد كتابه الجمل التاليه اللي هم السيفن دول. يوز ادفيربس، استخدم الظرف بقى، ادفيربز اوف مانر، ظرف الايه، الحال. اكزامبل، مثال، عادل از ا كيرفول درايفر، عادل از ا كيرفول درايفر، يعني عادل سواق، كيرفول ماهر او حريص. عاوزين ان احنا نحول دي لادفيرب، الظرف هيبقى كيرفول، هتصير كيرفولي طبعا اخرها ال، هتبقى ايه، دبل ال واي، عادل درايفز كيرفولي. طيب انا عشان احول الكلام ده لازم اجيب فيرب، لازم يكون في عندي فعل يا شباب عشان اجيب بعديه الادفيرب الظرف. الادفيرب ده عشان استخدمه لازم يكون عندي فيرب، فعل، والفعل بدون، من غير الام والاز والار، من غير فيرب تو بي ام والاز والار ما ينفعش ان انا استخدمه كفيرب، لازم يكون فيرب تاني. والفيرب ده هنجيبه من خلال الايه، الاسم اللي موجود عندي النوع. طيب اكزامبل تو، بدر از ان اجريسيف درايفر، بدر از ان اجريسيف درايفر، اجريسيف درايفر يعني سواق عدواني، سواق متهور، سواق كده ايه، اجريسيف، في نوع من العدوانيه في سواقته، تمام. فاجريسيف هنا هتبقى طبعا اجريسيفلي، اجريسيف ذا فلاي ال واي، ولكن عاوز فيرب استخدمه قبلها من درايفر، هتبقى درايفز، سو بدر درايفز اجريسيفلي، بدر درايفز اجريسيفلي، سوق بطريقه عدوى. نمبر 2، stunt pilots fly in a dangerous way. stunt pilots fly in a dangerous، نفس الكلام عند dangerous، هنا تبقى dangerously. طبعا هنا fly، الفيرب عندي هنا fly، يبقى stunt pilots fly dangerously. stunt pilots fly dangerously، يطيرون او يقودون الطائرات dangerously بطريقه باهمال، خلاص، او بخطوره. فدوى and امل are enthusiastic readers. فدوى عند امل ار انثوسياستيك ريدرز، يعني قارئين فدوى وامل، قارئين ايه، متحمسين، انثوسياستيك، تمام. نفس الكلام هتبقى فدوى عند امل، طبعا عاوزين فيرب يا شباب من ريدرز، هنجيب ريد يقراوا ايه، ونضيف هنا ايه، اي ال ال واي، اي ال واي، هتبقى فدوى عند امل ريد انثوسياتيكالي، تمام، ال ال واي، يعني فدوى امل ريد يقراونا ايه، بحماس، بطريقه متحمسه. سعيد is a really good player. سعيد is a really good player. سعيد good player، لاعب جيد. طب عاوزين نقول بقى ان هو يلعب بطريقة جيدة، سعيد plays، نستخدم من player play يلعب، فسعيد plays really well، نستخدم طبعا من good، نستخدم well، so سعيد plays really well. number 5، صباح is a quiet talker. صباح is a quiet talker، صباح طبعا ايه، متحدث هادئ، نستخدم طبعا من توكر اللي هو الفيرب توك، يتحدث، فنقول له صباه توكس كوايتلي، صباه توكس كوايت، تتحدث بهدوء. نمبر 6، خالد از ا هارد وركر، خالد از ا هارد وركر، خالد هو عامل مجد او مجتهد، نفس الكلام نجيب من وركر، يبقى ورك وركس، سو خالد وركس هارد، خالد وركس هارد. 7، مجيد اند علي ار فاست رانرز، مجيد and Ali are fast runners، نستخدم من runners run، يجروا الفيرب ناخد run، يبقى مجيد and Ali run fast، مجيد and Ali run fast. ننتقل إلى exercise B، بقول لي complete the conversation، كمل محادثة التالية، use adverb forms، استخدم الadverbs of the adjectives من الصفات in a parentheses، then practice the conversation with the partner. A، well my son Brian drives recklessly in the fly ly recklessly. He doesn't stop at the stop sign and is usually over the speed limit. هو دايما بيكون متجاوز السبيد ليميت، بعد حد السرعه. He is always in a hurry. هو دايما in a hurry، في عجله. My son Alexander drives good بتصير well. طبعا الادفيرب هنا well. But he sometimes drives too fast. استخدم صفه.
تو فاست، درايف از تو فاست، خلي بالك فاست فاست، برضو الادفيرب من فاست بيصير فاست. I am afraid he is going to have an accident. أخشى أن يحدث له حادث. One of these days. A. Well, Brian got a ticket. Well, Brian got a ticket because he was driving too. Yes, fast. Fast بتصير نفس الأدفرب منها fast. He had to go to a special class for people who drive dangerously. من dangerous بتصير dangerously. L-Y. But he still doesn't drive carefully. L-Y. ال واي ضفنا دبل اخرها ال فبنعملها دبل ال سير دبل ال اي واي. اكسرسايز سي، كومبليت ذا كونفرسيشن يوزنج يور اون ووردز، مستخدما كلماتك الخاصه. اي ام افريد اي ام رانينج اوت اوف جاس. اي ام افريد انا اخشى. اي ام رانينج اوت اوف جاس يعني انا خلصت البنزين. يو شود ايه يا شباب؟ يو شود ستوب ات ا جاز ستيشن، تتوقف عند محطه وقود. تو The sign says 80 kilometers per hour. شرط العلامة هنا، علامة الطريق بتقول لي 80 kilometers per hour يعني سرعتك 80 كيلو في الساعة. And I am going 90. وأنا دلوقتي وصلت 90 يعني عديت الخط. فطبعا then you must you must slow down، تبطئ السرعة. I am lost. أنا تهت. I don't know which way to go. ما أعرفش أي طريق أروح فين. I think we should yes. Stop. يجب أن نتوقف. And ask someone for direction. نسأل حد على directions للاتجاهات. I need to make a phone call. I need to make a phone call. عاوز أعمل مكالمة تليفون. Can you please hold the steering wheel? Can you please hold the steering wheel? ممكن لو سمحت تمسك بس مكان ال steering wheel. طبعا الديركسيون عجلة القيادة، فده خطر جدا. فهنقول له You must not make a call when you are driving. لا يجب عليك أن تعمل مكالمة هاتفية حينما تقود. 5. The car won't start. The car won't start. السيارة لا تبدأ. السيارة لا مش عايزة تدور. There is plenty of gas. There is plenty of gas. في وقود كتير، في غاز كتير أو بنزين كتير. I wonder. أنا بتساءل. What the problem is. ما هي المشكلة؟ فهنقول له you should yes. You should call a mechanic. You should call a mechanic. يجب عليك أن تتصل بالميكانيكي. Exercise D آخر جزئية معانا شباب. Work with a partner. مع زميل. Discuss what you shouldn't or must not do in the situations shown by these signs. هنا بقول لي طبعا بص على الساينز الإشارات دي. بعد كده بتكتب لي وتوضح لي إيه الأشياء اللي أنت you shouldn't أو mustn't do. يعني الشيء اللي هو بيكون مرتبط باللوز بالقوانين او الرولز نستخدم معاه must not. الاشياء العاديه اللي احنا بندي ادفايس نقول له shouldn't. نقول تاني، يبقى لو في رولز قوانين نستخدم should not، لو ادفايس نصيحه نستخدم shouldn't. تمام، نبدا كده مع بعض. نمبر 1 هنا على طول في اشاره هي، فده لو قانون هنا او رولز، يبقى you mustn't ينفع معاها الاثنين. You shouldn't ride your bike here. ممكن نقول you mustn't ride your bike here. Number two. Do not litter. كلمة litter هنا القمامة، لا ترمي القمامة هنا. Max fine. الغرامة تصل إلى $1,000. ألف دولار. تتجاوز الألف دولار. طبعا you must not. You must not litter. You must not litter. لا يجب عليك litter، أنت ترمي القمامة. Three. إشارة هنا طبعا no swimming. ف you mustn't swim. أو you shouldn't swim. You shouldn't swim here. بس ممكن إن أنت تسبح. ف you shouldn't. Advice. Four. لا تستخدم الفون هنا. No phoning. You shouldn't use your cell phone here. You shouldn't use your cell phone here. Five. Yes. طبعا نقول do not feed the squirrels. Do not feed the squirrels. لا تطعم السناجيب. فنقول له you shouldn't أو you must not feed the squirrels and pigeons والحمام، لا يجب إطعامه. Number 6 هنا عندنا no camping هنا، ده علامة المخيم يا شباب، ما ينفعش إن أنت تعمل camping مخيم هنا. و no camp fire هنا، ما تعملش الكامب فاير هنا. فنقول له طبعا إيه you should not camp or have a camp fire أو تعمل camp fire. 7 طبعا هنا كاتب لي bus lane، حارة خاصة بالباصات. الباص لين.
حانة أو طريق خاص بالباصات، فهنقول له you must not park here، you must not park here. كده بنكون وصلنا لنهاية شرحنا ونهاية الفيديو النهاردة. متمنين من الله النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. يا شباب ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو دعما للقناة لعمل مزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.